الحقيقة علشان أتكلم على الدكتور كمال درويش فإن الأمر يحتاج لوقت طويل، فإنجازات هذا الرجل العظيم كثيرة وكبيرة، ولكني ألخصها في الآتي. الدكتور كمال درويش أستاذي بكلية التربية الرياضية بالهرم التي تخرجت منها، وأستاذ الأجيال العظيمة، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وقد تميز بخبرته وحنكته الإدارية العظيمة في كل مجال يخص التربية الرياضية. كان مديرا فنيا بنادي الزمالك لكرة اليد، واستطاع أن يحصل على بطولات متعددة سواء في الدوري أو الكاس أو بطولة أفريقيا. إداري ممتاز وصاحب قرار مؤثر ومفيد جدا، وكثيرا ما كنا نلجأ إليه لأخذ مشورته قبل اتخاذ أي قرار خطير. الحقيقة الدكتور كمال لا يبخل على أحد، عطاء مستمر دون النظر لأي مردود، ويعمل لوجه الله تعالى، عالم في كل ما يختص التربية الرياضية، خلوق متواضع، تواضع العلماء، أدب جم. لن أستطيع أن أتكلم عنه في وقت قصير لأنه يحتاج إلى مجلدات كثيرة حتى أتمكن من إعطاء حقه، ولكن أوجز كلماتي في الآتي: ربنا يبارك لنا في عمره، خلق لكي يكون قائدا، اختاره وزير الشباب الأسبق الحالي الأستاذ معالي الدكتور أشرف صبحي، وهو أحد تلاميذه، ليكون رئيسا للجنة العلمية لوزارة الشباب والرياضة. ربنا يجازيه عنا كل خير ويجعل كل ما يقدمه في